بقى لا بقى كفايه كده، تعبت بصراحه وبردت. ايه ده؟ ايه؟ عبيطه دي ولا ايه؟ مش فاهم انا. في حد في الدنيا يجي الساحل الشمالي علشان يحبس نفسه في الاوضه؟ ايه؟ معقده؟ مش فاهم. طب بنفتح الشباك بنطل على الفيو بناخد فكره، انما نحبس نفسنا كده طول اليوم. طب كنت بتنزلي ليه يعني حضرتك اول امبارح؟ ايه علشان تشقلبي كياني وبس؟ لو سايباني طول الوقت قال يعني ايه عمال اصطاد؟ وانا اساسا لا بعرف اصطاد ولا اتنيم، مش معقول. يا اخي مفيش حاجه في الدنيا ابدا تكون حلوه وتكمل على خير، ابدا. لا في، في يا سليمان، والله في جدا. يا اخي انت بس اللي بتظلم الدنيا يا سليمان يا مفتري. يا الله.
Thank you.
دي بقى معايا شوية توحشني.